المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء. ملخص كتاب البدانة، الداء والدواء. تأليف محمد بن عثمان الركبان، بصوت رولا النجمي. البدانة، الدهون، مرض السكري وضغط الدم، تصلب شرايين القلب، جميعها كلمات تمثل خوفا لدى معظمنا بل جميعنا. فالبدانة بمثابة نقطة يبدأ المرء عندها بالإصابة بالأمراض المزمنة، ولعل أخطر ما يتعلق بها هو أنها منتشرة بين جميع الفئات العمرية، وقد ساعد على ذلك تفضيل الناس للأغذية ذات السعرات الحرارية العالية وعدم ممارسة النشاط البدني الكافي للتخلص منها. فعلى الرغم من أهمية الغذاء بالنسبة لأجسادنا، إلا أنه يتحول لسلاح ذي حدين إن لم يمتلك المرء الوعي الغذائي اللازم لتصنيف فوائد الأغذية ونتائج تناولها. فكيف نتجنب البدانة وسوءها؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن. الفصل الأول، الغذاء. الغذاء إنه أحد لوازم البقاء، فهو الذي يمد الإنسان بما يحتاج إليه من عناصر الطاقة والبناء والعلاج، إذ إنه يحتوي على الفيتامينات والكربوهيدرات والألياف والدهون والمعادن والبروتينات التي يحتاجها الجسم بنسب وكميات متفاوتة. فالكربوهيدرات مثلاً تتوافر في الفاكهة التي ما إن تدخل الجسم حتى تتحول إلى سكريات تمثل وقود الطاقة في الجسم، وتخزن في الكبد على شكل جلايكوجين ودهون في الأنسجة الدهنية. في حين أن اللحوم والألبان والأجبان تعد من أهم مصادر البروتينات التي تتحول إلى مركبات بسيطة تمتصها الأنسجة والعضلات لتصبح سكريات ودهونا. أما المواد الدهنية فإما أن تتحول إلى سكريات أو يتم تخزينها على شكل دهون في الجسم. وبالنسبة للماء فهو يعتبر أهم المغذيات. أما المعادن فهي تمثل العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان من أجل النمو. إنها مركبات غير عضوية لا يمكن إنتاجها في الجسم. وبالنسبة للفيتامينات فهي تنظم التفاعلات في جسم الإنسان، وتختلف الحصة اليومية للمجموعات الغذائية باختلاف العمر والجنس والحالة الصحية. يتم تخزين الطعام في الجسم على شكل سكريات مركبة في الكبد والعضلات، وعلى شكل خلايا دهنية في باقي مناطق الجسم، والتي يعد من الصعب التخلص منها. وتنقسم إلى خلايا دهنية بيضاء تحت الجلد تخزن الطاقة، وخلايا دهنية بنية حول العمود الفقري تقوم باستهلاك الطاقة المخزنة بتحويلها إلى حرارة. تزداد الخلايا البيضاء مع التقدم في السن، بينما تبقى الخلايا البنية بعدد ثابت تقريباً. أما في حالات إنقاص الوزن فإن الخلايا الدهنية بنوعيها تتناقص. ولعل أول المشاكل الناتجة عن البدانة هي الشعور بالخمول بسبب عدم تحول الدهون إلى طاقة وميلها للتخزين على شكل خلايا دهنية، وذلك لانخفاض كفاءة الخلايا الدهنية البنية التي تتأثر كفاءتها بمواد كيميائية تسمى بالبروستاجلاندينات. وهذه المواد تتأثر بدورها بعوامل تشمل نوعية الغذاء والأمراض والسن. أما عن الطاقة المكتسبة من الغذاء والمستهلكة في حركات الجسم فتسمى بالسعرات الحرارية، وهي كمية الحرارة المطلوبة لرفع درجة حرارة كيلوغرام واحد من الماء درجة مئوية واحدة. وتعد الدهون أغنى مصادر الطاقة، كما أنها مهمة لجسم الإنسان، حيث تذيب بعض الفيتامينات وتحمي الجسم. ويحتاج الشخص العادي ذو الوزن المتوسط إلى 2960 سعرة حرارية للقيام بنشاطاته المختلفة. وللتحكم بالوزن لابد من ضبط الدهون بتنظيم الطاقة المكتسبة والمستهلكة، وإلا فقد يؤدي غياب هذا التنظيم إلى الإصابة بالبدانة. لكن ما هي المسببات الأخرى للبدانة؟ الفصل الثاني، عوامل البدانة. تنتج البدانة جراء زيادة الأنسجة الدهنية الناتجة عن زيادة حجم أو عدد الخلايا الدهنية لتصبح مرضاً معقداً ومتعدد التأثيرات، إذ بيّنت العديد من الدراسات التي نشرت
أنها ترفع من خطر الإصابة بمرض السكري والشرايين التاجية، ويرجع سبب الإصابة بالبدانة إلى العامل الوراثي الذي يؤثر في إفراز الهرمونات التي تساعد على زيادة الوزن. ولا يمكن إهمال دور التفاعلات الأيضية في الميتوكوندريا وتوزيع الخلايا الدهنية في جسم الإنسان الذي تتم وراثته من الأهل. أما العامل الآخر فهو الإصابة بأمراض معينة، وخاصة أمراض الغدد الصماء، فالاختلال في إفراز الهرمونات يسبب البدانة، وكذلك الأمر بالنسبة لأمراض الجهاز التناسلي لدى المرأة أو إصابة مراكز التغذية في الدماغ بخلل. وبالنسبة للعامل الخفي فإنه يتمثل بالعامل النفسي الذي يؤثر على شهية الإنسان واستهلاكه للمواد الغذائية، إذ تعمل الضغوط النفسية على إرباك مراكز التغذية. من ناحية أخرى هناك العامل الاضطراري الذي يكمن في تناول الأدوية التي تحتوي على نسب عالية من الكورتيزون والهرمونات النسائية وموانع الحمل. ويعد تناول الوجبات السريعة بكميات كبيرة أهم عوامل البدانة، فممارسة العادات الغذائية الخاطئة من شأنها أن تزيد من احتمالية الإصابة، كما أن وسائل الإعلام لها تأثير على السلوكيات الغذائية خاصة المراهقين. ولا ننسى أن من العوامل أيضاً تأثير العمر والحمل المتكرر، وبتعدد عوامل البدانة لابد من تعدد آثارها. فما هي آثار البدانة برأيك؟ اقتباس: وعموماً ينصح الأطباء الإنسان بتناول القليل من الأحماض الدهنية المشبعة والكثير من الأحماض غير المشبعة، وذلك بسبب اختلاف محتوياتها من الأحماض الدهنية أوميغا 3، والتي يعتقد أن لها علاقة وثيقة بخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب. الفصل الثالث: آثار البدانة. يمكن اعتبار أن المشكلة الجمالية للبدانة هي أحد الأمور الثانوية المتعلقة بالآثار الناجمة عنها، فالبدانة مشكلة صحية، وذلك لما تحمله من مضاعفات تسهل الإصابة بالعديد من الأمراض والجلطات وارتفاع ضغط الدم والنقرس واضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء والأورام، كما يصعب التحكم بمستوى السكر في الدم لضعف مستقبلات الإنسولين في الخلايا الدهنية التي تدفع الكبد إلى زيادة إفراز الإنسولين في الدم. ولا تقل الآثار النفسية والاجتماعية أهمية عن الآثار البدنية، فاضطرابات التغذية تؤثر في سلوكيات الأكل، ويصاحب ذلك اضطرابات في السلوكيات الاجتماعية تنتج عنها الكآبة والعزلة بسبب القيود المجتمعية بما يتعلق بشكل الجسم المثالي الذي يسبب فقدانه ضعف الثقة في النفس، ويصيب الناس بوسواس قهري يدفعهم لفعل أي شيء مقابل الحصول على الجسم المثالي، مما أدى لانتشار اضطرابات الحمية النفسية كالنهام العصبي المتمثل في نوبات من الإفراط في الأكل، والقهم العصبي الذي يتوهم فيه المصاب بأنه بدين رغم نحافة جسده. ومن ناحية اقتصادية فإن البدانة ترهق ميزانية الأسرة بعبء الإنفاق على كمية أكبر من الغذاء والوجبات السريعة، فضلاً عن تكاليف العلاجات وتكاليف الدولة المترتبة على علاج مضاعفات البدانة. وهنا لابد لك أن تتساءل: كيف لنا أن نميز إن كنا بدناء؟ ما هي مؤشرات البدانة المعتمدة؟ إليك الإجابة على ذلك. في مقياس غير دقيق صنفت البدانة إلى درجات مختلفة وفق نسبة زيادة الوزن عن الوزن المثالي. هذه النسبة تمثل إلى وزن زائد في حال زيادة 10%، وبدانة 10% تعد وزنا زائدا. أما النتيجة فسوف تكون بدانة خفيفة إن كانت الزيادة أكثر من 10% وأقل من 25%، في حين إن كانت النسبة 25% و40% فهذا يمثل البدانة المتوسطة، والبدانة الخطيرة هي ما زادت نسبتها عن ذلك. أما مؤشر كتلة الجسم فهو يعتمد على ناتج تقسيم الوزن بالكيلوغرامات على الطول بالمتر المربع، إلا أنه لا يناسب بعض الفئات كالأطفال والحوامل والرياضيين. وبالنسبة لمؤشر محيط الخصر الذي يعد جيداً لتحديد العوامل الخطيرة المصاحبة للبدانة، فلا يجب أن يزيد عن 90 سنتيمتراً للنساء وعن 100 سنتيمتر للرجال. كما ترتبط خطورة البدانة بأماكن تراكم الدهون، فالدهون المتراكمة في منطقة البطن ذات خطورة أكبر من الدهون المتراكمة في محيط الحوض لأنها تضغط على الأعضاء،
ومن طرق قياسها قياس نسبة محيط الخصر إلى محيط الحوض وقياس سماكة الجلد، لأن الدهون تتراكم عادة تحت الجلد. ويمكن قياس الوزن تحت الماء أو تمرير تيار كهربائي لتعبر مقاومة الجسم للتيار عن نسبة الدهون. الآن حان وقت التعرف على طرق الوقاية والعلاج من البدانة، وإليك التفاصيل. الفصل الرابع: الوقاية والعلاج. بهدف ضبط الوزن والوقاية من البدانة، ينصح الخبراء بتناول 3 وجبات يومياً، تحتوي كل وجبة على مجموعات الغذاء الأساسية، فهذا يضمن عدم اتساع المعدة وتخزين السعرات الحرارية. كما يفضل تناول الفاكهة والوجبات الصحية الخفيفة كوسيلة لسد الجوع بين الوجبات 3، والتقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وشرب الماء بكميات كافية تصل إلى ما يقارب 1.5 لتر يومياً، إذ يمنع ذلك احتباس الصوديوم في الجسم، إضافة لأهمية تناول كميات من البروتينات والأغذية منزوعة الدهون والكربوهيدرات غير المكررة لاحتوائها على ألياف ومعادن وفيتامينات، فضلاً عن ضرورة تناول السكر بكميات مدروسة وعدم التعجل أثناء الأكل وتجنب الوجبات السريعة واتباع السلوك الصحي في العادات الغذائية، عدا عن ممارسة النشاط الرياضي. تحتوي الوجبة المتوازنة على 5 مجموعات من 5 أقسام، هي الخضروات والفاكهة والخبز أو الأرز والحليب واللحوم أو الدواجن والبقوليات والبيض والمكسرات، وينصح بتناول الدهون النباتية لاحتوائها على كميات أقل من الكوليسترول المسبب لأمراض القلب. كما ينبغي التقليل من تناول الأبيضين السكر والملح اللذين يوجدان غالباً في الأطعمة المعلبة وشرائح البطاطس وأطعمة السعرات الحرارية الفارغة الغنية بالسكر، كونها تخلو من المعادن والفيتامينات. ومهما كان الأكل لذيذاً فلا بد من التوقف لكي لا يخزن الفائض من الطعام كدهون جسمية. والجدير بالذكر أن الفرد يحتاج إلى 30 دقيقة من النشاط البدني 5 مرات أسبوعياً. من ناحية أخرى، هناك ما يسمى بهرم الغذائي، إنه وسيلة تخطيط لعادات الغذاء اليومية بحسب وزارة الزراعة الأمريكية، يهدف للحصول على وجبات معتدلة من الغذاء، إذ يتم تقسيم الهرم إلى 6 مقاطع تمثل مجموعات الغذاء إضافة إلى التمرينات الرياضية. وينص هذا النظام على تناول 90 غراماً على الأقل من الحبوب الغنية بالكربوهيدرات اللازمة لمنح الطاقة، وكوبين 1.5 من الخضروات، مع إمكانية زيادتها كونها غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات. وبالنسبة للفاكهة فإنه يسمح بكوبين منها يومياً، بينما بالنسبة للحليب والألبان فإن المسموح به هو ما يعادل 3 أكواب يومياً من الحليب الخالي أو قليل الدسم. أما بالنسبة للدهنيات فيمكن الحصول عليها من الأسماك والزيوت النباتية والتي يفضل التقليل منها، وأخيراً اللحوم والبقوليات التي يفضل أن تكون منزوعة الدهن. لذا يمكن بهذا الاستغناء أن نبتعد عن استخدام الأدوية لغاية إنقاص الوزن لما لها من تأثيرات جانبية لا حصر لها. فهل تعرف إحداها؟ اقتباس. والحق أنه ليس كل من يفرط في الأكل يصبح سميناً، ولا كل من يمارس الرياضة نحيفاً. الفصل الخامس: مضاعفات الأدوية وتأثيراتها الجانبية. يعد تناول الأدوية بهدف التخلص من البدانة أمراً في غاية الخطورة بسبب افتقاد الكثير من الأدوية إلى النتائج الفعالة، فبعض الأدوية تسبب فقدان الشهية ولا ينصح بتناولها، فقد تسبب الهلوسة وارتفاع ضغط الدم. وهنالك الأدوية المدرة للبول التي تسبب نقص الأملاح وضعف العضلات، وأخرى تسمى بالأدوية الملينة التي تمنع امتصاص الطعام من الأمعاء فيسهل التخلص من الفضلات، مما يسبب نقصاً في الفيتامينات والمعادن. كما أن هنالك بعض الأدوية التي تمنع امتصاص الدهون والتي ينصح بعدم اللجوء إليها دون الإشراف الطبي. أما الأدوية المعترف باستخدامها فعددها 113 دواء، مثل أورليستات الذي يمنع إنزيم اللايبيز المسؤول عن امتصاص الدهون، إلا أنه يسبب زيادة حالات التبرز والانتفاخ ولا ينصح باستعماله للحوامل والأطفال. كما أن هناك ما يسمى بسيبوترامين الذي يسبب تثبيطاً للشهية، إلا أن له آثاراً جانبية كالإمساك والجفاف،
ولا ينصح باستعماله لمرضى الفشل الكلوي، إضافة إلى ريمونابانت مثبط الشهية الذي لا ينصح باستعماله من قبل الحوامل وكبار السن والذين يعانون من الصرع. ولا يخلو الأمر كذلك من التدخلات الجراحية بهدف إنقاص الوزن من المضاعفات التي قد تسبب الالتهابات والإسهال أو الوفاة أحياناً. وقد أثبتت العلاجات الدوائية المتوافرة أن القضاء على البدانة من خلال الحميات والتمارين الرياضية ما زال المتربع على عرش الحلول العلاجية. فقرة بارزة من الكتاب: إن مشكلة البدانة مشكلة عالمية يعاني منها الكثير من شعوب العالم المتقدم والصناعي، والتي تزداد مع زيادة وسائل الترفيه والراحة. كما أن هذه الزيادة الملحوظة في نسبة البدانة لدى أفراد المجتمع تعكس بشكل واضح مستوى التغير الكبير الذي تحول إليه المجتمع في العقود الأخيرة، والمتمثلة في زيادة الطاقة المتناولة من الوجبات الغذائية ذات السعرات الحرارية العالية وقلة استهلاك الطاقة الجسمانية، والمتمثلة في ضعف الرياضة البدنية وقلة الأنشطة الحركية والتمارين الرياضية. الخاتمة: أصبحت البدانة مرض العصر، وذلك جراء العادات الغذائية السيئة التي يتبعها معظم الناس في حياتهم. لذا فإن التربية الغذائية للأطفال والمراهقين واجب محتوم على الأسرة والمدرسة والإعلام، كما أن زيارة الطبيب واللجوء إليه للإشراف على عملية إنقاص الوزن المتبعة يقي من المضاعفات غير المرغوب فيها، إذ إن كل فرد له ما يناسبه من أساليب في إنقاص الوزن وبما يتناسب مع طبيعة جسمه. وتبقى الوقاية خير من قنطار علاج، حكمة إن طبقتها ستحظى بجسم سليم وحياة مريحة سعيدة بعيداً عن الأمراض.